المواصي في رفح ينضم إلينا مراسل عربي صالح الناطور. صالح، أبرز التطورات في القطاع في ساعات الصباح هذه، وإن بدأنا بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على الفلاحين في عبسان الكبيرة في خان يونس. نعم، يعني بلدة عبسان تتعرض لعمليات وغارات جوية إسرائيلية منذ عدة ساعات. غارتين استهدفتا المنطقة هذه أو البلدة، وهناك جرحى وشهداء أيضا في هذه الغارة الإسرائيلية بحسب إفادات سكان تلك المناطق التي عادت قوات جيش الاحتلال منذ يوم أمس باستهدافها، في حين كان الأيام السابقة هذه المنطقة هادئة، لم تشهد لا قصفا مدفعيا ولا حتى غارات جوية إسرائيلية. العودة مرة أخرى لقصف المنطقة أمر، يعني ربما هناك أمر ما يمكن أن يحدث في هذه المناطق. عادة عندما يتم قصف مناطق شرق المدينة هذا يثير مخاوف الناس، خاصة الذين عاودوا وعادوا إلى تلك المناطق بعدما نزحوا منها. لكن بكل الأحوال، طالما أن القصف يأتي على فترات مختلفة زمنية متباعدة بشكل كبير، لا يشي ذلك بأن يكون ذلك ربما تمهيدا لعملية توغل أو دخول في تلك المناطق، خاصة إذا كان الاستهداف ليس على أطراف هذه البلدات الفلسطينية. في مناطق أخرى أيضا تتعرض هي الأخرى لقصف مدفعي إسرائيلي. هنا في مدينة رفح المنطقة الشرقية تسمع أصوات انفجارات، قبل قليل سمعنا صوت انفجار وغارات جوية إسرائيلية في تلك المناطق. أيضا إطلاق نار سمع صباح هذا اليوم في مناطق شعر الناس أنها تبدو أكثر قربا من المناطق التي كانت تسمع فيها أصوات إطلاق النار. هذا لربما يعني خلال الساعات القادمة يتضح أكثر إذا كانت هناك عملية تقدم أو محاولة تقدم لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض الأحياء الشرقية من المدينة. لكن المعلومات الأخيرة والإفادات الأخيرة أنها لا تزال في ذات المناطق، منطقة حي السلام ومنطقة حي الجنينة وفي مناطق معروفة في هذه الأحياء السكنية. في مقابل أيضا فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن بين فترة وأخرى عن استهدافها لهذه القوات وهذه الآليات الإسرائيلية، سواء ببلاغات عسكرية أو من خلال بعض المقاطع الفيديو التي تنشرها المقاومة الفلسطينية فيما يتعلق باشتباكات مباشرة مع هذه القوة الإسرائيلية. 8 أو 6 شهداء تقريبا في 24 ساعة مضت على مدينة رفح في 3 استهدافات إسرائيلية مختلفة، بعضها استهدفت منازل وأخرى استهدفت تجمعات للمواطنين. هناك ضحايا جرحى أيضا في هذه الاستهدافات، ومنها من طاول مناطق في مركز المدينة في حي الشعوت وفي حي بربرة، وهذه مناطق تقع في وسط مدينة رفح. أي أنه مرة أخرى تأكيدا على أن العمليات لا تقتصر فقط على المناطق الشرقية من مدينة رفح، لكن هناك قصف جوي يطاول مناطق وسط المدينة وكذلك في غربها. صباح هذا اليوم سمعنا من هنا من مناطق مواصي رفح أصوات إطلاق نار مجددا وقذائف مدفعية أو قذائف زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الساحل الغربي. أطلقت عدة قذائف على الساحل، و بالأمس حدث ذلك أيضا وأدى ذلك إلى إحراق عدد من القوارب الصيادين في منطقة مرسى أو ميناء رفح التي ترسو فيه بعض السفن الصغيرة أو القوارب الصغيرة للصيادين الفلسطينيين. القصف المدفعي طاول كذلك صباح هذا اليوم مناطق وسط قطاع غزة، مناطق شرق البريج وشرق مخيم المغازي، هذه تعرضت لقصف مدفعي. ومناطق شمال وسط قطاع غزة، منطقة شمال النصيرات هي الأخرى كذلك تعرضت لعمليات قصف مدفعي من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس كان من الأمور أيضا التطورات المتعلقة في إدخال المساعدات، دخلت أولى دفعات الشاحنات المساعدات أو المساعدات التي دخلت عبر الممر المائي، تم نقلها عبر شاحنات إلى قطاع غزة من خلال هذا الممر المائي. وكان يرافق ذلك أو فيما بعد بدأت تصريحات فصائلية وأخرى أيضا من جهات محلية تتحدث عن هذا الأمر، وفي صياغتها تقول أن هذا لن يكون أو لا يجب أن يكون ممرا بديلا عن المعابر البرية التي طالبت مجددا بإعادة فتحها، ورفض الفصائل الفلسطينية والمكتب الإعلامي الحكومي
أن يستثنى بفتح الممر المائي، أن يستثنى المعابر الرسمية بإدخال المساعدات، لأنها بوجهة نظرهم هي الطريقة الأمثل والأجدى من حيث سرعة دخول هذه الشاحنات والمساعدات وكميتها أيضا بحسب تقديراتها وتقريرها ورصدها لإدخال المساعدات بطرق أخرى، تقول إنها ليست دون الحد الأدنى حتى من إغاثة الفلسطينيين. فكيف عندما تغلق يعني معابر برية رسمية كانت تدخل الكم الأكبر من هذه المساعدات؟ النقطة الثانية التي جاءت على ذكرها حركة حماس في تعليقها على الرصيف المائي أنها ترفض وجود أي قوات أجنبية في قطاع غزة، هذه نقطة. والثانية أنها طالبت فتح المعابر بإشراف فلسطيني، وهذه تحتها سطر لا شك بإشراف فلسطيني، أي لها، وكأنها تقول ليست معنية أن تكون هي من تدير هذه المعابر لوحدها، بل هي تطرح فكرة أن يكون هناك إشراف فلسطيني، جهة فلسطينية تدير معابر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. من المواصي في رفح مراسل عربي صالح الناطور، شكرا جزيلا لك.